وللحديث عن الصراع الانتخابي في العراق والاهتمام بالمحافظات المنكوبة من قبل الساسة في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. وكأن الساسة استيقظوا في خلال الأيام الماضية فقط وبدأوا بعملية الزيارات المتتالية للمحافظات المنكوبة، والسؤال اليوم إلى ماذا ترجع هذا الاهتمام المفاجئ بتلك المحافظات وبأهلها على الرغم من إهمالها لسنوات طويلة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا شكر لكم لإثارة هذا الموضوع الذي بات يعني يعايش الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. حقيقة موضوع المحافظات المنكوبة يعني لابد أن ننظر للموضوع بشكل أعمق وبشكل كبير. المحافظات المنكوبة طبعا نكبت لأهداف، يعني ما حدث في هذه المحافظات لم يكن عمل اعتباطي وإنما عمل مخطط. هذا عمل مخطط طبعا شارك به جهات دولية، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النظام الملالي في إيران، كلها من أجل معاقبة هذه المحافظات التي رفعت السلاح وقاومت المحتل الأمريكي وأيضا قاومت العملية السياسية الفاسدة في العراق. نعم. لذلك طبيعي نحن نتلمس بشكل حقيقي أن هذه القوى التي تسيطر وتهيمن على المشهد السياسي بالعراق منذ 2003 لحد الآن لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد المواطن العراقي، سواء كان بالموصل أو بالجنوب أو البصرة، ولكن حقيقة هناك تركيز على المحافظات التي رفعت السلاح وقاومت المحتل. ولذلك نشوف الموصل هذه المدينة الكبيرة، وأيضا الأنبار وصلاح الدين وديالة وكركوك، وأيضا حتى بغداد. هذه المحافظات طبعا تعاني منذ 2003 لحد الآن من الإهمال، ولذلك نلاحظ نعم. أن العملية السياسية تحاول، يعني الجهات التي تقف وراءها تحاول إنتاج مشهد جديد من المسرحية. هذه المسرحية الملفت بها أن الممثلين يضحكون على الشعب وليس الشعب هو الذي يضحك على ما يقدمه الممثلين. طبعا نسأل سؤال، ومن هم المرشحين؟ طبعا المرشحين هم كلهم ذيول وأذناب للأحزاب السياسية التي جيء بها بعد الاحتلال لتهيمن على المشهد العراقي ولتدمر نعم. هذا البلد دكتور، وهم أنفسهم الذين لم يقدموا شيئا لتلك المحافظات منذ 4 سنوات هي عمر بقائهم على مقاعد البرلمان. السؤال اليوم، هل من المتصور أن يقدموا جديدا في الدورة القادمة؟ حقيقة احنا خلينا ننظر إلى موضوع الانتخابات أو ما يسمى بعملية الديمقراطية أو اللعبة الديمقراطية في العراق. حقيقة هي محاولة أمريكية للدعاية أن هناك انتخابات، هناك ديمقراطية في العراق، هناك تداول أو تدوير للسلطة بين قوى وأشخاص وتيارات وطنية. الحقيقة هذا كله غير موجود، ولذلك هذه الانتخابات كما انتخابات السابقة ستنتج نفس الأشخاص، نفس الوجوه، نفس الأحزاب، ولذلك المواطن العراقي أصبح يعني واحدة من الأشياء المهمة جدا الحقيقة اللي احنا الآن نعيشها، واعتبرها يعني منجز كبير، أن المواطن العراقي من شماله إلى جنوبه بدأ يعي ويفهم ويهضم ويستوعب حقيقة المؤامرة التي حيكت ضده وتطبق ضده. ولذلك المواطن العراقي الآن مصر أنه يكون عنده موقف، هذا الموقف طبعا حتكون من خلال المقاطعة، وأتوقع شهر العاشر القادم اللي هو حددوا به الانتخابات سيكون شهر ساخن وشهر صعب على العملاء الموجودين في بغداد منطقة الخضراء. ولذلك أنا طبعا متأكد تماما، والمواطن العراقي مثل ما الآن كان في تقريركم، المواطن العراقي الآن أصبح يعني أمور واضحة عنده جدا، ما تحتاج إلى تفكير، أن هؤلاء الناس هم عبارة عن ناس عملاء. هناك دكتور هناك
ملفات مهمة جدا وجوهرية بالنسبة لهذه المحافظات المنكوبة، على رأسها ملفا الإعمار والأمن، وهذان الملفان لا يأخذان أي اهتمام أصلا، والنواب في البرلمان العراقي لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أجل هذه الملفات لأنها بأيدي الميليشيات وقادة الأحزاب بالأساس. شوف، العراق يعني كان مقرر إلى أن يقسم إلى قسمين، يعني الشعب العراقي يصير جزئين، جزء يلطم يعني مارس هاي الطقوس التي جيء بها من مجتمعات أخرى، وقسم الآخر ميليشيات. يعني ما المفروض الشعب العراقي يكون عنده يعني مساحة من التفكير، من الديمقراطية، من إنجاز، من الإبداع، وإنما هناك محاولات لتحويل الشعب العراقي من شعب منتج مبدع خلاق يبني يبتكر حقيقة إلى مجتمع كل همه الوحيد اللطم والزيارات وإلى آخره، وهذا حقيقة يعني يدفعنا إلى التفكير هل هناك فعلا يعني نوايا جدية من قبل هذا النظام في إصلاح ما تم تخريبه. الجواب كلا، هذه المحافظات خربت وستبقى مخربة إلى أن يتم المشروع، تنفيذ المشروع بشكل متكامل، وعند ذلك طبعا حتى المواطن لم يعد يهتم في موضوع الإعمار. الآن الناس يريدون فقط شغلة واحدة، أنه يعودون مثلا دول اللي حقيقة هجروا بالقوة، الآن يعودون المناطقهم، يعني هم يريدون يعمرون بيوتهم، ولكن طبعا تعرف المخطط مخطط خطير وكبير، أنه يعيدون ترتيب الناحية الديمغرافية في هذه المناطق بحيث تنسجم مع مخططات الأمريكية والمخططات البريطانية والمخططات الإيرانية. ولذلك أنا أعتقد المواطن العراقي يدرك تماما أن لا أحد يفكر في موضوع تحقيق شيء له في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء.